السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ومواضيع جديدة من ميعاد سلام. أهلا بالجميع. أكيد حلقة جديدة ومواضيع جديدة أبرزها حنتكلموا اليوم من عناوين. حيكون معنا أحمد الحريري، سيرة شاعر الألف أغنية وفنان بحجم وطن. ستكون سيرة هذا الفنان محمد هي الموضوع الأبرز بعون الله في حلقة اليوم، ونمشوا لعنوان آخر، أسرار السعادة في العمل وأثرها على الإنتاجية. فوز مستحق للاعب الفنون القتالية أمين السويح في جنوب إفريقيا. هذه حتكون فقرة مكس مع فقرة الرياضة اليوم مع مؤيد. بالتعاون مع مؤيد اليوم. مساء الخير محمد. مساء الخير محمد. مساء الخير كرام. مساء الخير لكل جمهور ميعاد سلام. يا اهلا وسهلا. مساء الورد. هو محمد مجبحش لب مؤيد يشبح بعد الماكله. لا انت كرام اليوم موضوع مكرونه فقصتنا بروحها حنجوع هذه. اكيد مساء الخير لكل من يتابع فينا شباب. وكيد زي العاده انت اصلا خلص سميت انا ايش بندير اليوم فاكيد الفقره عندي. لا سربت المعلومات. واضحه اليوم بكرات اللحم والدنيا ممكن نقدمها ليه فقره فيتامين ممكن اليوم نقدمها اكثر واحد عارف فوائد المكرونه. ايوه سمعها محمد يعني خلاص ما فيش داعي نقول شنو عندنا اليوم. حرق الوصفه بال ما خش الوصفه هو شوي ثاني بنخش طيب عاد عيد هذا اليوم في فقرة فيتامين يعني نستنى فيها من زمان يعني المكرونة هذه. استنى فيها من زمان بس على حاجة بس نعقب. أنت حكيت على أسرار النجاح في العمل. هو أكيد يكون في سر النجاح في العمل لما يكون في شخص أنت وياه زي فارو القطة يحطم العمل. غير شو نوع المكرونة خرز ولا شو وضعها؟ لا أهم حاجة أنت قلت مش 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 دقيق قمح يعني أهم حاجة في الموضوع. لو باقي أي مكرونة عادي ما تكونش بيضة عادي. لا مش بيضة. لا زي مش زي روزيتو هذا ولا شو اسمه. خلاص يا محمد خير ما تقلبها لنا معلومات الحلقه دي بستوى. ايش بالله انت محمد مش عاجبك شيء؟ يلا حلال جو يبان. لا لا اليوم ناويها اليوم جوع لك روحي اليوم. انا اليوم مش هخليك تاكل ان شاء الله. حلال جوكم اكيد في فقرتكم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. نمشوا يا مشاهدينا الكرام نشوفوا عمل للفنان احمد الحريري عرجون فل من غناء الفنان سلام قدري. شفنا هالعمل للفنان سلام قدري واللي كان من كتابات المرحوم الأستاذ الكبير أحمد الحريري الشاعر والكاتب. هنتكلموا عليه وحيكون فيه بعون الله فقرة لاحقة خلال هالحلقة مشاهدينا الكرام حول المرحوم أحمد الحريري إن شاء الله. متى مشاهدينا نمشوا على طول للشيف إكرام الجمودي وفقرة فيتامين. إكرام حسيت محمد اليوم مستعجل هذا عاش قدمنا البارد على خاطرك. انا بنجي نسايرك شويه كرام اكيد وشوية بنلحق حتى انا غير شويه انت لا ممنوع طبعا تشوف بس اليوم يا مع لا حدود انا ايش كيف قالها اكيد انا زي العاده شباب خلنا انت اليوم تشوف بس زي العاده حنعطي مقادير محمد الغازر يلا لا جتني الحراره والله. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. خلينا نبدا في مقادير وصلتنا اليوم. حنحضر مكرونه بكرات اللحم. خلينا نمشي مع بعض نشوفوا المقادير. حنستخدم 300 جرام مكرونه تكون
مسلوقه، 300 جرام لحم مفروم، كميه من البصل نفرموه في 6 البيض، ثومه حوالي ملعقتين، حنستخدم بيضه، ملعقتين كبار خبزه مرحيه، حنستخدم صلصه طماطم هي عباره عن طماطم اخضر نحوه في 6 البيض، كميه من جبنه البرمجان، حبق فريش بالنسبه للتوابل، حنستخدم كميه من الملح، فلفل اسود، ملعقتين طماطم معجون، كميه من الابزار، فلفل احمر، جوز الطيب، ملعقه صغيره من السكر، بالاضافه الى كميه من الزيت. هذه مقادير وصفتنا، اكيد حنشوفوا كيفيه التحضير خلال الفقره طبعا معينا، واكيد بمشاركه محمد. احس فيك ناشطه كرام، شو واكله قبل الحلقه انت؟ واكله كرموس. كرموس وكرموس مسقع يعني. لان انا كنت قبل الحلقه شبه بنرقد، ف ضروري يعني نقدر نقول ان الكرموس ممكن ينشط هو يعني مش ينشط حلوه بس ايوه لانه في سكريات فهي هذه. بس اول خطوه حنديرها خطوتين، اللي هي اول حاجه حنحط الحم شويه في الزيت. انا اخذت الحم مفروم، درت له كميه بصل مع ضفت كميه تومه، توابل طبعا ملح فلفل اسود شويه جوز الطيب، يعني كل واحد شين يحب من التوابل، بس انا استخدمت ملح فلفل اسود جوز الطيب وتومه وفلفل وبصل. بس هذا اللي ضفت لو جاينا باهي ما تخليش شيء ياكل. المفروض ما يجيش، المفروض ما يجيش، بس هو ضيف شو بنديره. هي محمد من اللي ضيف، من اللي ضيف حنحطه بالإضافة إلى. تعال محمد تعال. نمشي ما بنقارن توانين، هذه شغلانتي عاد البكيرينات والحركات. بالإضافة أنا نادرت على دحية وكشيكين خبزة مرحية وشكلت على شكل كرات. طبعا كل ما نتبلوه قبل بوقت كل ما تعطي النكهة أحسن، وكل ما يكون محمد يعني جعان أكثر. لكن جو المكرونة هي راهو عارف. لا يا محمد انت مش عارف الحل اللي بنوصل فيه انا وياك في النهايه. شنو بيننا حاجه هيك، لكن هذه شنو شو رايك انت؟ هذه مش اللي يديروا فيها في ال يقولوا يسدفوا فيها في بعض، هي هذيك. لا لا مش لازانيا، لا 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 شمال ولا مش عارف شنو. لا مش لازانيا، لا لا انا اول مره صراحه انا اشوف انه هذا المفروض. نحط شويه كميه بسيطه من الزيت ونحط الكرات، ما فيش داعي. نحن في ناس تغلف فيهم بدقيق، في ناس ما فيش داعي، بس نحن درنا فكره الدحيه ونضفت كميه شويه من الخبزه باش تخليهم يتماسكوا يقعدوا يعني ما يفتشوش مني في الصوص بعدين. الحم مفروم هو طبعا. ايه الحم مفروم. لا اكرام ما تعتقدش ان يطيب النص؟ مش حيطيب يعني في جزات. لا هي بس توا مش الفكره، يعني الفكره فيها توا مش ان انا بنطيبها، الفكره فعلا باش تقعد محافظ على شكلها. خليها تاخذ تحميره بسيطه وبعدين حنحطها في الصلصه، يعني حطيب في الصلصه. بس الفكره المرحله هذه لو حطيتها لو حطيناها طول يعني في الصوص فممكن تنفك معي وتنفتح يعني. فبس باش نحافظ او خليها تحافظ على شكلها حندير الخطوه هذه. انت اهم محمد اهم حاجه انك انت حتاكل يعني، والباقي خطوات يعني لا هو هذا يعني مش موضوعي، موضوعي غادي في هذيك المكرونه كيف ياكلها تو. المكرونه يعني والله هو انت ديما تعلق في نهايه تاكل. لا والله مش كلها يا كرام باش اكون باش نكون صريح، واخر واحد تقعد في الاستوديو اطلع يا محمد يطفوا بالضي وقاعد وانت قاعد ما تبيش تطلع. خلينا نشتغلوا على اللي طوتنا هذيك، نشتغلوا على نفسها. لا نشتغلوا على الصلصه. ايه هي نفسها. حنحط وين الزيت ترتب، حنصب شوية زيت، طبعا زيت اختياري يعني زيت زيتون زيت عادي على حسب كل واحد وشن متوفر عنده في الحوش. حنحط البصل والتومة، خلينا ناخذوا الصلصة. في حاجة ثانية اللي هي ممكن في ناس تستغرب منها، إضافة السكر في الموضوع. يعني أنا دايرة ملعقة سكر، فكرة السكر اللي هي لأن أنا دايرة مكس لنوعين من الطماطم، يعني طماطم اخضر اللي هو الطماطم العادي الفريش وعندنا طماطم حكه، فحتكون يعني ديما لما ندير مكس للطماطم حتحس ان فيها طعمه حامضه. فكيف نكسر الطعم هذه ما تطلعش حامضه؟ ندير كشيك صغير سكر، طبعا مش حيعطي طعمه بس يعني الفكره انه هو المكرونه بالمانجا ما ذاك اليوم ما غلطوش. حطيت لي سكر في مكرونه. محمد ما عندي ما نقول لك، حاولي تشوفي كرسيك. انا اعترض ان محمد يجي بجنبي وانا طيب، يعني اي خطا يصير هو المسؤول عليه. لا لا ان شاء الله ما فيش اخطاء، لان كان في خطا حنصلح لي على اساسنا هو على اساس هو طبعا المكرونه حنصلح لي. خلونا هذا الزمن حكم احنا، في ناس سالت كنت انا قبل الحلقه مدايره لايف
ففي ناس سألت إن كيف ممكن نخلوها يعني كنا نحب المكرونة وخاصة الشعب الليبي، فكيف إننا مثلا زي وصفة اليوم نطيبها بطريقة تكون صحية شوية أقل سعرات حرارية. الفكرة يعني كيف إننا نخليها أقل سعرات حرارية، الفكرة إن هي استبدالات بسيطة جدا ممكن نديروها. أول حاجة إحنا نستخدمه بدل الزيت العادي، أصلا هي ما فيهاش كمية زيت كبيرة يعني، بس بدل الزيت زيتون أو الزيت العادي ممكن نستخدم زيت جوز الهند، هذا يعتبر بديل كويس. المكرونة نفسها ممكن نستخدم المكرونة السمراء، اللي ما يحبهاش محمد وسألني عليها من بداية الحلقة. بس مش حسيتك حطيت التوم بكري؟ لا عادي، هي مع بعضها اصلا ما بيش ياخذ تحميره البصل اصلا، ريحه هي صوص يعني البدايه حلوه يعني. فما بيش ما بيش نحمره. كيف محمد؟ ريحه التوم في البدايه حلوه تكون على البصل، تلاف النهايه هو اصلا هي حاجه زي التوم زي الكسبر زي الشبت كذا، ديما نحطه في الاخير احنا في المكرونه. والله يا مخرجنا تقول ما تقول محمد راه المطبخ مش صحاب بكره غره. هو يوم تاني بنطلعه على الهواء ان شاء الله بيطيب. طبعا الناس مش عارفه ان في مخرجنا حتى هو قاعد يطيب معنا، قاعد يكلم فينا فقاعد يطيب معنا حتى هو حطي ديري ويفهم فيا وهذه السلطه مش عارف شنو. خش معي في المكرونه ذيك بتاع الصفرة تو يبان لك والله الحطب والله حتى في على برمس تاخذها مبكي بكسح وينها باين. انا ليك سنين تقولنا عليها احنا ما دقنا شيء، لازم يكون معانا. لا اليوم بيشبع اليوم. خلاص هو ما عادش بيطيب لك اليوم ما تفكرش. لا هو تو الربيع من فم الباب يبان له، تو ماشيه كويس يعني. هي هلبة ما شفتهاش ماشيه خلاص كرامتي يوم من الايام تجي تقدمي هاي الحلقه والهون يجي يشد المطبخ هنا. لا هو حكي نجيبوا لك سفره يا اخي. لا والله لا مش ما تزعلش. لا تبي تصوير خارجي هذيك حنصبوا كمية الطماطم الأخضر. الطماطم أخضر مرحي. إيه إحنا في ست البيت يعني، لأن لو خليناه كتل حتكون الصلصة مش حلوة يعني، مش حيكون الصوص ناعم، حتى البصل ريحته في ال يعني لو مقرر تقرير ما يمشيش كويس مش حلو، حتكون فيه القشرة حيبدأ حتى منظره ما هوش يعني نبو الصوص يكون ناعم يعني، كل الخضرة والواحد يعني ما تشوفهاش بعينك يعني. قليل من الناس اللي ممكن تستطعم او تطلع النكهات المحطوطه يعني او المضافه ليها. حنصب كميه السكر اللي قال عليها هلبه محمد مش عاجباته. حنجيبوا التوابل. محمد في فلفل وفي بزار وفي طماطم وفي انت يا محمد اخذت سلطه بالتفاح يعني، جاتك تو في شويه سكر في السلطه. شنو سلطه بالتفاح؟ شنو سلطه بالتفاح؟ سلطة بالتفاح مش درتها مرة أنت ولا؟ أي صح. لها وعجباتها عادية سلطة بالتفاح. أي يعني. لكن حاجة مش مكرونة بالسكر محمد. عاد دوبك أنت. مش حتستطعمها محمد، ما فيش طعمة يعني. هنحطه كمية. هي تقريبا حتى معجنات الموالح كرام يديروا فيها شوية نسبة سكر بسيطة. معجنات الموالح. اكيد طبعا هيك، لان الخميره باش تاخذ المفعول بتاعها ضروري ما او تتخمر معنا ضروري ما نحطوا لها كميه من ال حنكثروا لها فلفل على خاطر محمد. ضروري والله، كان في جرينات خضر هيك باهيات حتى هو. باهية شرك لما تاكل السوق تجيب لنا جرينات فلفل وتجي. أنا بعتها على النار خوفا عليك محمد على حوايجك. شو دخلني في النار أنا؟ لا لأن مش عارف بخوفك. بديت تطرطش تو. شفت أنا كيف كويسة معك. خايفة على الحوايج والمنظر قدام التلفزيون اللي زعمك تحطيني بالطجرة. حد نقعد نقلبوا فين بس على الجهات كلها باش يتماسكوا معنا، بعدين حنحطهم بالصوص. ايه حنحطهم بالصوص، الصوص حنضيفوا له كمية بسيطة من المية وخلوهم يطيبوا براحتهم. أكيد طبعا شباب أنتوا خفتوا من الزيت. حنضيفوا خلينا نجيبوا الحبق باش ما ننسوش، وهذا ما نحاولوهم على جنب. هذا ريحانه حبق؟ ايه حبق. حبق هو الريحان نفسه. هو نفسه. هو نفسه. هو نفسه. لا هو نفسه. هو نفسه محمد. يعني ما خرجنا يعني لما بنطلب ونقول نبي ريحان في السوق يعطيني حبق وتصير مشكله بعدين. لا هو نفسه بس مخرجنا يهبل فيك بس مش اكثر. خلينا ناخذوا حاجه نصبوا بها مية. في صينية كبيرة حسيتها ولا؟ صينية شنو؟ لا يدور في صينية كبيرة باش يحط فيها المكرونة عموما. جو جانب هذا تباسي واحد ما يمشيش معي. كيف
ما بداش سفره ما فيش الحاله. سفره ولا صينيه لوحه هذيك الباهيه. مو قلت لك احنا مازال الحلقه نقدر نستنى كم تجيب لنا قرينات فلفل وصينيه لوحه تعالى. ولا سفره. حنزيد شويه ميه. بس ما تصبوش كميه كبيره ميه بحيث انها تكون هلبة سايله معانا. تو انت المكرونه جاهزه اوريدي يعني ما سلقتها بس مش كامل ثيابها يعني نص ثياب. باش بعدين نحطوها في ندير لها ميكس نبوها طايبه بعدين مش زي رز زيت والواحد هذاك رز زيت رز حاضر مش معكم ولا مش ما كانش معانا محمد روزيتو ريزيتو ريزوتو 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 انت الحلقه هذيك رين تفرج عليها وكلها نضحك كل ما يرجع لي يقول روزيتو روزيتو ريزيتو ريزيتو الرز طبعا هي قالت هيك الناس تحبها يعني انه يكون هو اصلا مش هيك الناس هو اصلا اوريدي في الطريقه التقليديه وحتى لما تاكله في المطاعم ما تاكلهش طيب يعني مسحون ضروري ما تحس انه في ناقص ثياب شوي لا انا حنخش له ونقول له مسحنوه ايه انت بتطلب طلبيه خاصه ممكن بس طبعا حنحطوها في الصوص باش ما يكونش يعني اللحم لونه ابيض تو طاب هيك كله 100 100 لا ما طابش حيقعد طبعا في الصوص لين يطيب اللحم قديش يقعد؟ حياخذ منا وقت حوالي 20 دقيقه بسم الله لانه هو اللحم مفروم وخذاه تحميره شويه في الطاوه فمش حياخذ وقت كبير بس يعني تحس ان الصوص شويه يثقل يعني ما يكونش خفيف هلبة وفي نفس الوقت حتى ياخذ نكهه التوابل يعني ما يتفتتش الشوى في الصوص لا مع احنا الفكره اللي درناها واللي درناها خلاص خدا وجه فمش مش حيتفترش معنا انا خايف على محمد تنطر عليه حاجه قاعده خايف عليك انت قاعد مش رحمها منو قلت لك خايف على حوايج يا رجل وشني حوايجك شني لا هي مو حوايجك انت لا بيطلع ما في الشاشه خايف على الديكور شوفها مهما ندير مش حيعجبه محمد حنغطوها باش ما تلبزش محمد هو خلوها تبكبك يعني ايوه خلوها تبكبك مش تبدا هيك حتى نفسيا أيوة هي انت اساسا تبكبك ايوه انت ترتاح يعني كم تاخذ وقت هي بكبك شوف يخبوا كم دخل من هنا نهايه الحلقه تكون طيبه ان شاء الله لا لا هي مرات ناكله قبل النهايه احنا لكن كم تاخذ وقت حتى معلومه مو مهم الصوره النهائيه هو بيفكر بديرها في الحوش والله مرات ما تعرفش الدنيا فيها جراط باهي بعد تاكل تنقول بعد نمشي فاصل تنقول قديش غير ماذا بيك كان حصلتي كيف تغيرين نوعيه المكرونه هي ما خشتليش يلا وصلنا احنا خلينا نمشي مشاهدينا فاصل وحنرجع من جديد ان شاء الله شكلها باهي رجعنا لكم مشاهدينا من جديد وصلنا لفقره في فقره مفاتيح السعاده اللي حننثروا فيها كل مره ورود البهجه والفرحه حناخذوا منها مفاتيح الطاقه الايجابيه للعيش به سعاده واليوم حنكتشفوا فيه مفتاح جديد عن صناعه السعاده في ساعات الدوام الرسمي باعمالنا المزيد في التفاصيل او مزيد من التفاصيل في هذا التقرير نقضي في أماكن عملنا ساعات طويلة البعض منا يبقى في عمله أكثر من أنه يشوف عائلته ويعيش معها ظروف مختلفة تحببك وتصنع سعادتك في مكان العمل أو العكس ممارستك لعمل متحباش أو شغلك في ظروف متعبة مثلا منغصات تحول بينك وبين سعادتك في هالمكان وبرغم كل شيء نبحت عن أدق تفاصيل السعادة في دهاليز الدوام الرسمي مهما كان واقع صعب وعمل شاق سعادتنا في أعمالنا ما تتمش من خلال ما نحققوه بمفردنا ولكن القرار اللي تاخده بأنك تجعل كل فرد من فريقك يؤدي عمله على نحو أفضل وفي كل مرة يراودنا التفكير السلبي من الضروري إيقافه ونفكره ديما بتفكير إيجابي هذا بالإضافة لمخططنا لبعض أيام من الراحة حتى تكون متنفس من العمل أو في عطلة نهاية الأسبوع وإراحة تفكيرنا وتجديد نشاطنا السعادة ما تجيش من حصولنا على شيء ما كانش عندنا السعادة هي الاعتراف وتقدير كل ما نملكه من أكبر الأشياء لأصغرها
السعادة هي الامتنان والشكر والعرفان لكل حد موجود في حياتنا، لتجاربنا، لمرحلنا، لكل خطوة فشل كانت بداية لخطوات نجاح متوالية. سعادة في العمل محمد، موضوع كبير. بنقول لك حاجة، تعرف في اليابان عندك علم في قانون في الدولة بدأ ينزف الموظفين اليابانيين أن يروحوا من العمل لأنهم يقعدوا بساعات طويلة جدا في العمل. عندك فكرة يعني في نهاية الشهر يلقوا حوالي ربع الموظفين اليابانيين يقعدوا 80 ساعة إضافية في الشهر في دوامهم. فالموضوع هذا مخلي فيه مش عارف تسمية هي سموها، بس في حالات انتحار كبيرة صايرة بسبب هذا. تصديقا لكلامك أنا قريت وثائق تحديدا على اليابان يقول لك اليابانيون ينقرضون، لأن أصبح المواطن الياباني زي ما قلت أنت يعمل لساعات طويلة جدا. شفت حتى فيديوهات وهم مروحين من الشغل في تخيل المترو، الساعة 12 في الليل محمد يطيح مروحين، صحيح يطيح في المترو من التعب والإرهاق. أصبح المواطن الياباني مع ضغط الشغل وطول ساعات الدوام حتى معاش يبوا يتزوجوا، معاش يبوا يديروا عائلات، معاش لأنه يروح من شيء غريب صراحة يعني. كالماكينة عرفت. فهي هذه كان عنوانها اليابانيون ينقرضون. والغريب في الموضوع محمد، نرجع للموضوع موضوع السعادة بس على في العمل. فكرة الغريب في الموضوع أكثر من كل دول معمرة في العالم هي واحدة منهم اليابان، فالموضوع غريب شوية، فيه يعني تناقض، هو كوكب حد ذاته يعني عموما. بس هل تحب عملك أنت؟ أكيد طبعا. يعني تعتقد أن ممكن حب العمل يضيف شيء غير أن واحد يشتغل من غير حب؟ طبعا هذه إشكالية اللي نعانوا منها في مجتمعاتنا وحتى في مجتمعات أخرى، مسألة الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب. يعني تلقاه خريج كذا وخاش في مكان ثاني يقول لك والله جاء تنسيبي غادي، جاء عملي غادي، ما حصلتش فرص عمل في مجالي. يعني نحب المجال هذا ولكن المهم عمله خلاص. فهنا حتلقى المخرجات متاع هذا الشخص في عمله حتلقى ضعيفة جدا، لأنه وكأنه من غصب غصب على العمل، عكس اللي عكس يخدم في شيء هو حابة من الأساس، حيعطيه أكثر، حيبدع فيه ويتميز فيه أكثر. مش مجرد شخص يمشي يعني هو واجب يومي ممكن روتين قاتل، مجرد أنه يسجل حضور وغياب. بالعكس اللي يحب الشغل يشتغل فيه حيبدع وحيتميز وحيكون غير كل الموظفين الموجودين معاه. وهني الفكرة في موضوع أن الواحد يحب عمله اللي يشتغل فيه. غير هيك كيف تبحث عن السعادة في داخل عملك؟ كيف تخلق السعادة مع زملائك؟ بالزبط. مع الفريق لما أنت تكون يعني مندمج معاهم ومش مش كلها شغل 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 شغل. أو مرة تضحك مرة كذا. خاصة أنا ساعات طويلة الاستراحة. يعني يعتبر كبيتك الثاني العمل لما يكون من 8 ساعات أحيانا. أعتقد في المتوسط ساعات ديما 8 ساعات 7 ساعات. فأعتقد وقت كافي أن ممكن تدير أجواء عائلية أخرى داخل المكان هذا. المخرج قال لي السعادة في النوم. وبصراحة النوم بروحه أكبر سعادة يعني بالنسبة لي. باش نجي زي ما قال التقرير ضروري في الويك إند تجدد نشاطك. فأنا كل يوم ندير في ويك إند قبل ما نجي للعمل. وحتى في ساعات الاستراحة اللي داخل العمل الواحد يحاول انه يطلع من جو العمل شويه حتى يجدد نشاطه في نفس اليوم. طبعا محمد سالنا احنا سؤال الحلقه اليوم، هل انت سعيد بمكان عملك وليش؟ طبعا ايمان قالت مساء الخير عليكم سر محمد لليوم محمد ومحمد. طبعا تقول بالنسبه لي ايمان انا نشتغل في مجال مش المجال اللي قريت فيه، من ممكن فنيه تخدير وعنايه فائقه لفنيه غسيل كلوي، بما انها على نفس النمط وكلها خدمه تساعد المريض. هذا رأي كان او تعليق ايمان. فلور تقول سعيده بعملي الحمد لله لاني معلمه لغه عربيه ومسيره التعليم جميله ورائعه ومنورين. هي كانت بسارة ومحمد، ولكن محمد طبعا التعليقات هذه قبل الحلقه كانوا متوقعين تكون سارة، وقعين سارة واحد المحمدين يعني. ايوه. اما عبد الله يقول اعمل ما تحب واحب ما تعمل، الحمد لله سعيد بعملي دوم يا عبد الله. وايت هاندز تقول نعم سعيده ولانني احبه جدا لان جزء من احلامي وتحقق، والحمد لله ان شاء الله كل الناس يحققوا أحلامهم ويكونوا في المكان اللي هم حابين يشتغلوا فيه. أما حسنة تقول لا
أنا إنسانة مش روتينية وعملي إداري ومالي روتيني، لهذا بعد كملت الدراسة ودراسة الإدارة درست أعلام لأن شغفي من الأساس. شفت هذه النقطة محمد اللي كنا نتكلم عليها، هي دارسة شيء لكن هي تحب الإعلام، فدرست في الإدارة والمالية وكذا، ولكن شغفها وحبها للإعلام، فهي أعتقد مش عارف التعليق مش كامل يعني مش شايفة بالضبط، ولكن يبين أنها بعدين اتجهت للإعلام أو درست إعلام أو شيء من هالقبيل. محمود بن يوسف قال من لما خشيت ثانوي كان حلمي نخدم في شركة مليتا للنفط، قريت وتعبت والحمد لله تعينت فيها وتحقق الحلم وأكيد سعيد وراضي بشغلي. جميل. أما سامي يقول سعيد من ناحية لأن من خلال العمل هذا حصل إقامة دائمة في دولة أوروبية ضمنت بها إن شاء الله مستقبل أفضل لصغاري، ومن ناحية أخرى مش سعيد لأن كل يوم يزيد حنيني واشتياقي لبلادي. هذا يصبح طموح الهجرة للعديد للأسف من الشباب نظرا للوضع الراهن. نسمات عطيرة تقول الحمد لله نخدم فنية كلى ونحس في روحي شعور حلو لما نخلي المريض يكون مرتاح ونفسيته حلوة، ونتمنى الشفاء للجميع إن شاء الله بالطبع في ميزان حسناتك يا رب، وربي يعينك على هالمهنة الإنسانية الراقية. أما أمين الغريان يقول قاعد طالب لكن نخدم في مطعم وسعيد بها الخدمة في المطعم هلبة. حلو جميل، وبصراحة الجديد الموضوع أن الليبيين بدوا يتعايشوا مع الوضع ويشتغلوا يعني الأعمال هذه اللي محمد الآن كانت الشباب مستحيل يشتغلوها. إيه الشباب الآن اتجهوا لعدة مهن، أنت عارف وضع البلاد، قلة السيولة، مسألة يعني صح. غالبية المؤسسات العامة خلينا نقولوا مشلولة يعني ما فيهاش عمل صح. فأصبحوا الشباب يتعلموا في الحرفة، في السباكة تلقاهم، في الكهربائية تلقاهم يعني في بنية حلوة تحتية صناعة يعني طبعا حتى لو ما استمروش فيها يعني. في التقنية تلقاهم، في الصيانة تلقاهم، في المطاعم تلقاهم، وهذا شيء جميل يعني. رب السياحة حرة تقول أكيد لأن مصدر رزقي، يعني تقصد عملها أكيد تحبه لأنه أكيد سعيدة في في فيه يعني لأنه مصدر رزقي، هذا أولا، وثانيا فيه أمارس وظيفتي ونأدي أمانتي. ما أعرفش النوع العمل بتاعها هي مش ذكرتها. أما روبان الوافي تقول نعم سعيدة لأنها جزء من أحلامي. إن شاء الله غالبية التعليقات راضيين محققة أحلامها، زي اللي محققة حلمها هذيك الشغف المطبخ. باي كويس خيرك أنت. نمشي في تعليق آخر لأمين، أمين مش عارف اللقب مش واضح جدا أمين. الحمد لله يقول جدا أنا راضي وسعيد جدا بعمله. طبعا هذه كانت تعليقات لحلقة اليوم اللي هو سؤال كان هل أنت ممكن سعيد في عملك وليش؟ نسأل هذا السؤال للضفة الغربية. الغربية ولا شيء؟ الغربية. كرام شنو؟ سعيدة في عملك؟ شوف الضحكة، لا سعيدة لا لا سعيدة. لا سعيدة. بالنسبة لي أنا سعيدة في عملي الأمانة يعني كطبخ يعني، أنا إنسانة حتى لما أكون في ستريس في في العام مجرد ما نخش المطبخ خلاص ننسى اللي صار كله، فهنا السعادة تكمن. بس زي ما قلنا احنا اكيد السعادة دي ما تكمن لما يكون في شخص يكون لازم يستفزك، لازم يخليك يعني ما هذا نخلق في السعادة. انا قاعد يعني وظيفتي نخلق السعادة في بعض الاحيان. قال لك محمد قال لك صوت الكواشيك يسعدني يعني. شكرا. عندي صوت الكواشيك والمعين قاعد افضل من استفزاز محمد لوني طول الوقت. شكرا انك تدخل فيها في السعاده محمد، شكرا. الله يسلمك. لا شكرا على واجب، لا شكرا على واجب. لا تفضلش كل يوم حنرفزك برا البرنامج وجي نخلق لك السعاده في العمل. كل يوم ندير لنا مكرونه. لا لا حاضر والله، لا حاضر حنديروها بعون الله، حنديروها باش تكتمل السعاده ان شاء الله. يلا حلا جولك فقره ثانيه محمد. اكيد في فقره وجوه ليبيه لليوم نتكلم على سيره وجه ليبي مشرف رغم غيابه عن عالمنا لا تزال ملامحه محفوره في ذاكره الليبيين. إنسان يحمل بداخله مجموعة من الفنانين، هو كاتب دراما وصحفي وأديب وشاعر. حبينا اليوم نسرد سيرته الفنية وجوانب من أعماله وحياته. نتابع التقرير. ما تحسيس متأثر بجروح أخوانه، متأثر بالجوع العربي رغم الثروة عنوانه، متأثر بالوضع العربي، متأثر بالفن العربي، متأثر بالشعر العربي،
مليان عواطف لودانا. كلمات لا تنسى بقلم الكاتب الراحل أحمد الحريري، القلم اللي غاص في الواقع وتناول هموم الوطن والمواطن وستر أهاته ومعاناته. أحمد الحريري إنسان يحمل بداخله مجموعة من الفنانين، انضم في بداية مشواره الفني إلى فرقة الإذاعة بطرابلس، وهو ابن زنقة شايب العين بالمدينة القديمة، وهذا سر ولع وعشقه للبحر والصيد وحياة البحارة. قلم يحب الكلمة ومتيم بالحقيقة، نشر عدة مقالات في بعض الصحف الليبية والعربية، والكتابة عندها هوس وحالة إدمان، فكانت نصوص فراغات عاطفية، وجدت في عيونكم مدينتي والشعر أنت. أحلى القصائد هي التي لم تكتب عن المرأة بعد. أسرحي بين القوافي، حركي بالهمس قلبي، عمري في الفيافي. وشاعر غنائي من الطراز الرفيع، تغنى بكلماته العديد من الأصوات الليبية والعربية، ومن بين أعماله الغنائية أغنية ريدي الغالي اللي تغنت بها المطربة التونسية سلاف. أغنية يا بيت العيلة يا عالي للمطرب الراحل محمود الشريف. فضلاً عن أنه صحفي وكاتب دراما، عرفت أعماله الدرامية على مستوى الساحة العربية، ومن أشهرها مسلسل السوس اللي تحصل على جائزة ذهبيات الإبداع في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون. ديكا غير أنت غلط، بالله فكري خليني بحالي. علاش؟ شنو فيه؟ خود التريس. قول يا رجل. في خبزة بالدحي وخبزة بالجبنة وخبزة بالطن وقهوة عربية وشاي بس. خلاص انحلت المشكلة إذا. ومهما اتسعت المساحات لا يمكن أن نسر التاريخ الفني في دقائق أو سويعات، مشواره مكلل وحافل بالعطاء، وبالرغم من رحيله عن عالمنا في 2015 ما زالت أعماله وسيرته خالدة. لكن لو كان غير الناس تفهم بعض وتنسى الزعل والبغض، غير تلتفت لبلادنا وولادها وحصادها وتقتل جميع حقادها، لو تلتفت للأرض لو تتحد ضد الجهل والمرض، لو كان تلغي عناتها ويصبح العالم زين طول وعرض. طبعا محمد المرحوم الأستاذ الكبير أحمد الحريري اللي هو تابعنا ملخص بسيط جدا من سيرته الذاتية، وسيرته الذاتية كبيرة وواسعة لو نتكلم عليها حناخده حلقات وحلقاتك. حاولنا اليوم ان احنا ناخده ولو جزء بسيط من هالمسيرة، وكان من المفترض انه يكون معنا احد الممثلين الكبار اللي عاصروا الفنان أحمد الحريري، ولكن لظروف خاصة لم نتمكن من تواجده معنا وجمعنا يعني محمد ربما بعض المعلومات اللي حنا نذكر بها اليوم. محمد طبعا أحمد الحريري كاتب دراما وشاعر غنائي وصحفي، هو أجاز التعبير مجموعة من الفنانين في فنان واحد، هكذا يصفه الفنانين اللي عاصروه. ميزة الأستاذ أحمد الحريري إن رجل غنى للمرأة، غنى لطرابلس تحديدا، غنى للوطن، غنى للعالم العربي. لما نقول غنى يعني مش غنى غناء، ولكن كتب العديد من الأعمال الفنية وحتى الدرامية محليا وعربيا. أغانيه كلماتها كانت على الوطن وطرابلس، حياة البحارة والصيد، رصد فيها الأجواء اللي تربى فيها واللي ترعرع فيها في أزقة المدينة القديمة، من بينها محمد أغنية مصعبها حياة البحارة اللي غناها المطرب الراحل خالد سعيد. من اللي ما يعرفش عرجون فل اللي غناها سلام قدري، هذه واحدة من الأغاني اللي كتبها المرحوم أحمد الحريري. الأغنية هذه تغنى بها الجميع وأخذت ممكن صدى واسع، وقاعدين تغنوا بها لليوم. شفنا بعض المشاهد قبل شوية تاع سمعة وقزقيزة، يعني دخل حتى كتاباتها للكوميديا وكذلك للدراما. ونذكره يعني نذكره منوعة سمعة وقزقيزة ومسلسل السوس ومنوعة كلمة ونص وغيرها، هذه كلها طبعا كانت من
كتابات المرحومة. أنا حتى جبنا سيرة الله يرحمه من تقريبا 3 أيام فاتني والأستاذ أحمد الأستاذ فتحي الكحلول فحكينا شوية وجبنا قصة مسلسل أو منوعة مسلسل السوس تكلمنا عليه وأنه هو من كتابات المرحوم أحمد الحريري. جميل. طبعا أحمد الحريري مشوار من العطاء الفني حصد من خلاله جوائز, وأهم جائزة هي حب الناس, وهذه أعتقد صعب أن الواحد يحصل عليها ومهمة جدا وتغنيك على جميع الجوائز اللي حصلتها في حياتك, ونالها المرحوم أحمد الحريري. اللهم اغفر له وارحمه. زي ما ذكرنا مشاهدينا أن هذا جزء بسيط حبينا اليوم في هالفقرة أن احنا نجيب الوجوه أو الشخصيات الليبية التي برزت ولمعت في مجال معين أو بالتحديد يعني مجال الشعر والأدب والفن والثقافة والصحافة, فكان الأستاذ أحمد الحريري هو مفتاح الفقرة اللي حتستمر معنا بعون الله تعالى في حلقات قادمة. وزي ما حكينا أن هذا جزء بسيط من المسيرة ومسيرة كبيرة لو حنتكلم عليها حنا أكيد, وعلى روحها ألف رحمة إن شاء الله. وأكيد زي ما قال محمد حيكون معنا في الأسبوع الجاي مفتاح جديد وشخصية جديدة لها تركت بصمة كبيرة, ممكن حية ممكن رحلت عن الدنيا لكن بصمتها موجودة, وأكيد حنذكرها بكل خير. أما توا نمشي فاصل وراجعين مشاهدينا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في ميعاد سلام, ووصلنا بالتأكيد إلى فقرة الرياضة. معين مساء الخير مرة ثانية محمد القاضي والهوني. نبدأ طول في الأخبار الرياضية, حيث باشر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته بالعاصمة المغربية الرباط ضمن تحضيراته لتصفيات كأس أفريقيا 2021. المعسكر واللي يتواصل لقرابة الأسبوعين بقيادة المدرب جلال الدامجة سيتخلله مبارتين وديتين أمام النيجر وبوركينا فاسو خلال أيام الفيفا, ويأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات فرسان المتوسط لمواجهة تونس في تصفيات كأس أفريقيا 2021. من جهة أخرى اتجهت أنظار العالم صوب الدوحة لمتابعة إطلاق الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم في تمام الساعة 8:22 مساء بتوقيت الدوحة, وعرض الشعار من خلال حملة رقمية على مستوى العالم, واستوحى الشعار من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس بأشكال وتصاميم متعددة, ويستوحى تصميم الشعار من شكل كأس العالم إضافة إلى الرقم 8 الذي يرمز إلى عدد الملاعب والتي ستستضيف النهائيات الأولى والتي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, كما يوحي الشعار برمز اللانهاية في إشارة إلى الإرث المستدام واللي سيبقيه أو الذي سيبقيه كأس العالم. طبعا نمشي لأخبار البوكسينج. خاض الرياضي الليبي الأمين السويح أول نزال احترافي له في رياضة الكيك بوكسينج أمام خصم بطل جنوب أفريقيا, وكان النزال الأول في فئة المواي تاي للأمين السويح أمام أشلي روبنسون حيث تفوق عليه بالضربة القاضية, ويعد الفوز تأهل الأمين السويح إلى المنافسة على أول حزام في مسيرته والذي سيخوضه من أجل نزال في شهر نوفمبر القادم. وتعد هذه البداية هي أولى محطات الرياضي لامين السويح حيث كانت له عدة نزالات من قبل في دبي والأردن وتركيا وتونس ضمن فئة الهواة. وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا الملاكم لامين السويح عبر سكايب. بداية أهلا وسهلا بك لامين. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك عبر برنامج ميعاد سلام. أهلا وسهلا بكم, بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة الطيبة هذه. بداية كابتن, نزالك الأول كان مع بطل جنوب أفريقيا, حدثنا عن هذا النزال بالتفصيل. هذا طبعا كان أول نزال في منظمة التالتيميت وايرون فايتنج تشامبيونشيب. الحمد لله تغلبت على خصمي في الجولة الأولى في 50 ثانية ممكن بدأ مني النزال, والحمد لله ربي وفقني من النزال الأول هذا في جنوب أفريقيا, وإن شاء الله بإذن الله عندي نزال قادم على حزام هناك في كيب تاون في شهر نوفمبر إن شاء الله القادم, والمزال ما تحددش تو حاليا القسم الجاي إن شاء الله بإذن الله جاي أفضل بإذن الله.
طيب لامين، أنت وصولك لجنوب أفريقيا هل مجهود شخصي أو بدعم من الدولة؟ لا وأنا كل أي شيء أنا نخوض فيه في حياتي في الرياضة هذه كلها من مجهودات شخصية، ما فيش أي دعم. يعني لا يوجد أي دعم من أي ربما وسيلة حكومية تلقيت منها الدعم، كلها اجتهادات شخصية من قبلك؟ لا كلها اجتهاد شخصي، ما فيش أي دعم أصلاً. أنا أصلاً أي شيء نقدم فيه يعني أي بطولة نمشي لها نحصل في عواقب هلبة يعني في الموضوع هذا. احنا توا يا صاير لك ترى من ثلاثة محاور هاجمين عليك المذيعين، عندك عندك مؤيد إدريسي وعندك محمد القاضي واللي كلم فيك محمد الهوني. خليني شوي، احنا اليوم تكلمنا على قصة السعادة في العمل وليش الإنسان هل مرتاح في عمله ويحبه، فأنت بالتأكيد الرياضة هذه مستمتع بممارستها. إيش معنى يعني خذيت رسالة والله رياضة ال شو اسمه الكيك بوكسينج حاليا الموي تاي والكيك بوكسينج. تمام كابتن لامين، حاليا هو شكله ما سمعش السؤال. سمعت السؤال يا لامين؟ لا سمعت، أنا سمعت السؤال غير صوت شوية. تمام استنوا في الإجابة كابتن لامين. لا صراحة حب هي، ما بدت خدمة أصلاً، هي بدت بزنس. فهمت ليش اخترت الرياضة هذه بالتحديد؟ هذا حلمي. فهمت ليش اخترت الرياضة هذه بالتحديد؟ قلت يعني روحي يعني أنا إنسان هيك شوية نحب الحاجات العمق. لامين بتقول يعني أنت معي صراحة يا لامين بتقول أنت السبب ولا خلينا نقول أنا؟ اختار أنت عاد. لا سرك هو انت عارف سرك عندي تويك. شوقت الجمهور يا محمد، ضروري ما يعرفوا. لا هي البدايه كانت اصلا يعني ما كنتش انا اصلا راغبها الرياضه هذه في البدايه. اعطينا سر. تمام بدايتها عرقه. وكنت مقيم في الامارات طبعا في دبي، وكنت نلف حديد وكي في الرياضه زي هذه، فلقيت روحي خاش ضربني شخص تونسي، قلت انا حتى في البرنامج دي فاتت قلت الموضوع هذا. تمام كابتن لامين، حاليا في الملاكمين الليبيين يتجهوا اكثر لمالطا، علاش اخترت جنوب افريقيا بالذات؟ مانيش ملاكم، انا مواي تاي. نعم فنون قتاليه مختلطه انا، فما كيك بوكسينج. انا لقيت هنا عندي فرصه اكثر من مالطا، انا فهمت كيف. طيب طلبك انت تو لما جاي مصر تمام من تناشد، يعني انت تو ممكن وصلت مرحله ما شاء الله وتعتبر احترافيه وقدرت على خصمك يعني من اول جوله ما شاء الله في 50 ثانيه، والجوله متكونه ثلاث جولات، فتميز بحد ذاته على فكره. خمس جولات وهم الجوله الاولى، وعلى فكره واخذ بطوله في بطوله دبي، بطوله ابو ظبي، بطولات عربيه عده اللي يخوضها ما شاء الله ياخذ في الترتيب الاول، فهذا تميز. يعني انت اليوم شنو من تناشد ممكن، هل عندك الاستطاعة أنك تستمر في مشوار الاحتراف هذا أو شنو يعني؟ أنا السيفي اللي متاعي لباس بيه، عندي 25 قتال هوات وعندي 4 احتراف، الاحتراف كلها بالضربات القاضية الحمد لله، والهوات خاصر فيه عندي مبارتين فقط. تمام كيف الحمد لله، يعني السيفي متاعي هنا حاليا هنا عندي هذا. علاش تو حاليا نلعب على الحزام ان شاء الله في القتال القادم ان شاء الله. كابتن في بعض الرياضيين حاليا يخشوا للبطولات باسم غير ليبيا، يعني حسب البلد اللي موجود فيها، هل انت حاليا تشارك باسم ليبيا في البطولات او في النزالات اللي انت تخوضها؟ انا يسالوا فيا حتى العلم علاش رفعته في المباراه، الناس اللي هنا هم نعم قصدي انا بلادي يعني من الاخير مستحيل انساها، يعني انا ما زي اللي فيه دعمني وزي اللي ما دعمنيش، عرفت؟ هذا انا شيء نقدم فيه لبلادي اول شيء قبل حتى ما نقدم لنفسي. طيب لو واحد يستغنى على بلاده اخوي. لامين انا سالتك ممكن ما جاوبتنيش قبل ما اسالك زميلي معاد او مؤيد. قلت لك هل انت قادر تستمر يعني في المرحله هذه اللي وصلتها ما شاء الله، هل قادر تستمر لوحدك بدعم ذاتي منك او محتاج دعم من الدوله من تناشد؟ اكيد لا، انا تو المرحله اللي جايه هذه ضروري ما يكون في دعم صراحه. في ما الوقت الحالي ما يعني انت عارف هنا يعني بزنس، هو مدرب يبي ونادي يبي
في امور هل بعرف نتعرض لها انا هنايا فهمت كيف؟ عوائق هذه ضروري منها فهمت كيف؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج فهمت ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لي انا ما مستحيل حنوقف حتستمر لمين هو لابد ان حنستمر. الرياضه هذه بيكون يعني حتحتاج فيها الى مدرب او ما فكرتش تنضم الى 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 نادي حتى اكيد عندنا احنا نوادي ليبيه في كيك بوكسي ما فكرتش انا كنت نلعب نادي القرقني في يعني القرقني ايه كنت نلعب في نادي القرقني قبل ما نكون هنا انا صراحه وقفوا معي مش ما وقفوش معي لكن مش هذاك الدعم انت عارف انت البلاد كيف تمر فما مش الدعم اللي يوصل صحيح يعني مش لدرجه انك تحترف وتحترف وتطلع برا بالضبط يعني. ايه صعب لا صعب ممكن تذكره كذا لكن ما عندها شيء فهمتك الان كل شيء على حسابك انت السفر مش عارف اذا كان عندك مدرب او لا المدرب هذا كذا بتقاضى راتب عندي انا عندي مدرب هنا وياخذ في مبلغ مني كل شهر فهمت كيف وفي يعني انت عارف انت الماكلة الخاصة والكذا والنادي يبي طبعا امور كبيره فهمت كيف يعني انت لما تجيب تحسبها تلقاها هلبة بتطلع لك انت لما تجيب تعمل مصروف انت تطلع فيه من جيبك عرفت هل المباريات اللي تربح فيها فيها جوائز فيها مكافآت او بس القاب يعني لا فيها لكن هي لما انت بتجي تحسبها تلقى روحك ترد ما تقدمش بيهم قدام انت غير تخلص قبل زي الدين عرفتها طيب اليوم فتحنا لك الهواء يعني والمساحة أنك ممكن تناشد إذا كنت عندك مناشدة لأي مسؤول أو أي شخص ممكن يقدم لك الدعم اليوم يعني المشوار ما شاء الله اللي قطعته هي في ليبيا في ناس هلفة فما وما تعرفش لك ما تعرفش حتى كيف توصل فيهم عرفت كيف إن شاء الله إن شاء الله ربي قصي نلقوا حد يقف معنا إحنا شباب ما عندنا من ديره يعني هذا نقدمه في بلادنا والشيء قبل نقدمه لنفسنا عرفت يعني الرايه وما نمشي نرفع فيها معنا يعني في اي مكان في المحافل الدوليه نحط فيها معنا هذه ضروري منها هذه اول حاجه نحطه فيها في الصاك واحنا شكرا لك لامين سويح من جنوب افريقيا كنت معنا عبر السكايب شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا منو لك التوفيق اكيد ان شاء الله حان وقت المكرونه نشم فصلنا من بكري شم فصلنا لا نشم الواحد يشبح يا دوبي شغيمه بس شم بس كشيك محمد مستعجل خلاص باهي بتخطم من بعيد محمد ما تبيش تاكل هاي تو نجوك خالد شفت انا كويسه معك قاعده كويسه معك قاعده كويسه معك شوف محمد نط بطريقه قاعده كويسه معك يا محمد وريها المخرج باهي شوف الشكل النهائي قبل وبعدين ياكل محمد اليوم مكرونه اليوم مكرونه ديرها ستوري اليوم مكرونه اليوم مكرونه لان سلف الختام وين تشبح لها التمر ضروري تضحك باش ما تاكلش وين الملا محمد اهم شيء الغاز قاعد تسخن انا بنزل شويه باش نطلع في الصوره لان انا شفت والله خذيتها في مكان انت لا محمد فاشل انت في السيلفي هذا مخرجنا هذا سر السعادة أنا إحساسي إن محمد مش هيختم ولا حاجة محمد تقدر تأكل أنت لا أنت أكيد حاطة شوية على جنب خليك أكيد الكمية الأكبر تنجر كلها عليك تم 100% خذ مو أختم أكيد وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم حنتلاقوا بكرة إن شاء الله في نفس الموعد تصبحوا على خير وفي أمان الله تصبحوا على خير إلى اللقاء في أمان الله Shit.